السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد مصطفى من ايلاند اوف نوريتش. ان شاء الله هنكمل معاكم كورس اللايت كارنت مع سيستم جديد وفيديوهات جديدة. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقدمه بكفاءة اعلى من السيستم اللي قبله. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن سيستم الفاير الارم، والناس اللي مشافتش فيديوهات السيستم دوت تقدر تتابعونا على القناة بتاعتنا وعلى البيج الرسمية على الفيسبوك وعلى الجروب الخاص بكورس اللايت كارنت. نقفل صفحة الفاير الارم ونبدأ مع سيستم جديد وهو البابليك ادريس سيستم. وكالعادة هنبدأ مع أول حاجة مع الديفينيشن بتاع السيستم اللي هو بيتكلم عن كل حاجة موجودة في السيستم دوت. يبقى البابليك ادريس سيستم هو الكترونيك امبليفيكيشن اند ديستريبيوشن سيستم with a microphone amplifier and loud speaker used to allow a person to speak to a large public. يبقى انا عندي سورس صوت وعاوز اعمل له امبليفيكيشن، يعني اكبر السيجنال بتاعته عشان توصل لمسافات بعيده، وبعد ما وصلته لمسافات بعيده هعمل له ديستريبيوشن في المشروع، وكل دوت باستخدام مايكروفون وباستخدام امبليفاير عشان يكبر السيجنال، واكيد لازم استخدم سماعات. لو بصينا على تعريف تاني للسيستم دوت هو نفس المعنى بالظبط، انا عندي مصدر صوت وعاوز اوزعه في مشروع كبير او في اريا كبيره. وطبعا الاختصار بتاع السيستم دوت هو PA Public Address. السيستم دوت زيه زي اي سيستم بيتكون من inputs و outputs ومعاهم الكنترول. الانبوتس زي ايه؟ زي المايك وزي السيجنال سورس. الاوتبوتس هي عباره عن مجموعه سماعات متوزعه في المشروع كله. اللي بيربط بين الانبوت والاوتبوت هو الكنترول، عباره عن ماتريكس او ميكسر، وسواء استخدم دي او استخدم دي لازم احط معاهم الامبليفاير عشان هو اللي بيكبر السيجنال اللي عندي. وهنعرف قدام امتى استخدم ميكسر وامتى استخدم ماتريكس. قبل ما نشرح كل حاجه منهم بالتفصيل لازم نعرف شويه حاجات كده الاول. اول حاجه لازم نعرف الصوت عباره عن ايه. فيزيائيا هو عباره عن موجات تضاغط وتخلخل بتمشي في الهواء. كل ما بتكلم الأحبال الصوتية بتحول كلامي لموجات تضاغط وتخلخل بتمشي في الهواء لحد ما توصل لودن حضرتك، اللي هي جواها طبلة بتاخد الموجات ديت تعمل لها ترانسديوسنج تاني وتحولها لإشارة عصبية عشان توصل للمخ. بالتالي هتقدر تفهم الكلام دوت عبارة عن ايه، سواء صوت راجل أو ست، سواء بيتكلم عربي أو إنجليزي أو أي حاجة بقى تانية. والفرق بين الأحبال الصوتية عندي وودن حضرتك زي بالظبط الفرق بين المايك والسبيكر. المايك بيعمل إيه؟ بياخد الصوت اللي طالع مني يعمل له ترانسديوسنج، بيحوله لإلكتريكال سيجنال إشارة كهربية عشان أقدر أمشيها في الأسلاك وأوزعها في المشروع عندي. بالتالي أقدر أوزعها وأتحكم فيها. بعد ما الإشارة مشيت في الأسلاك بتوصل للسبيكر، فالسبيكر بتاخد الإشارة الكهربية ديت وتحولها تاني لموجات تضاغط وتخلخل بتمشي في الهواء توصل لودن حضرتك، فتقدر تفهم الكلام دوت عبارة عن إيه. تاني حاجة هنتكلم عنها البروباجيشن بتاع الساوند فروم بوينت سورس. انتشار الصوت عامل بالظبط زي ما بترمي طوبة في ميه فبتعمل موجات كتير ورا بعض. مصدر الصوت هو عبارة عن بوينت سورس. البوينت سورس ديت بتطلع الصوت بيبدأ ينتشر في الفراغ اللي عندي على شكل نص كرة، شوية الصوت بيمشي لقدام وشوية لفوق وشوية لتحت وهكذا. الصوت دوت بيكون ليه باور معينة وثابتة على حسب الباور بتاعت السبيكر اللي عندي. كل ما بتبعد عن مصدر الصوت دوت بتغطي مساحة أكبر، لكن في نفس الوقت الباور بتاعت الصوت بتبقى ضعيفة فممكن ما تسمعش الصوت قوي، ما تبقاش فاهم الكلام بالظبط. وطبعا دي مشكلة، لأن كل ما بتبعد عن مصدر الصوت كل ما الصوت الباور بتاعته بتقل، فتحتاج تحط سبيكر تاني عشان تبقى الباور أكبر، فبالتالي تقدر توصل لمسافة أكبر بنفس جودة الصوت. بس في نفس الوقت ممكن ملاقيش مكان احط فيه سبيكر تاني هنا، طب هعمل ايه؟
ممكن اشيل السبيكر ديت واجيب سبيكر اعلى بباور اعلى، فهتقدر تغطي اريا اكبر بنفس جودة الصوت او بنفس شدة الصوت. وممكن اعمل حاجة تانية، ان انا هعمل ايه، هجيب مجموعة سماعات واحطهم فوق بعض، بالتالي الباور هتبقى كبيرة فالصوت هيوصل لمسافة اكبر بنفس الشدة. يبقى انا هنا بقى عندي لاين سورس مش بوينت سورس، عشان هنا مجموعة السماعات فوق بعض. نخش بقى على السيستم بتاعنا نشرحه بالتفصيل. هنمسك الانبوت ونتكلم عنها بالتفصيل شوية. الانبوت هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مايك او سيجنال سورس زي تسجيل او راديو او ام بي 3 او اي حاجة تانية بتطلع صوت. يبقى الانبوت اللي عندي هو مصدر الصوت، ممكن يجي من مايك لو في شخص بيتكلم، او ممكن يجي من سيجنال سورس لو انا مشغل ام بي 3 او مشغل راديو او مشغل اي حاجة تانية. وزي ما اتفقنا ان المايك عبارة عن ترانسديوسر بيحول صوت الانسان لإلكتريكال سيجنال تمشي في السلك لحد ما تروح عند السبيكر تحولها لموجات تضغط وتخلخل، فتقدر تفهم الكلام دوت عبارة عن ايه. نيجي نتكلم عن الاوبتس اللي عندنا. وزي ما قلنا في الاول ان هي عبارة عن مجموعة سماعات متوزعة في المشروع. السماعات ديت في منها انواع كتير، هنقسمها لكذا كاتيجوري. اول كاتيجوري باي انستوليشن ميثود، اللي هو طريقة التثبيت او التركيب بتاع السماعة. بس قبل ما نتكلم عن انواع السماعات لازم نعرف ايه هو افضل مكان ممكن تستقبل منه الودن الصوت. افضل مكان ممكن تسمع منه هو لو الصوت جايلك من قدام، يعني تكون قاعد في مكان والسماعات محطوطة على الحيطة اللي قدامك فالصوت يجيلك من قدام. وتاني افضل مكان ان الصوت يجيلك من فوق، اللي هو سماعة محطوطة في السقف فوق حضرتك فالصوت ينزل من فوق على ودنك على طول. عشان كده هنلاقي طريقة تثبيت السماعات يا اما محطوطة في السقف يا اما محطوطة على الحيطة. هنقف لحد هنا في الفيديو دوت، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن انواع السماعات بالتفصيل والابليكيشن بتاع كل سماعة. شكرا.